For the first time, the last traveling exhibition of Tutankhamun. He is a very mysterious pharaoh. The use of gold everywhere, that's his name, the Golden Pharaoh, so he's shining everywhere. This is the only museum that will include the full collection of Tutankhamun, 5,000 pieces. The most valuable collection that we have on this day will be the treasures of the young king Tutankhamun. All the acquisitions of Tutankhamun shall settle in one place. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلونا نتكلم في هذه الفقرة بشكل مختلف جدا عن إنتاج مصري صميم حاز على جائزة على مستوى يقدر بشكل حقيقي. الحلم يقترب، فيلم تسجيلي من إنتاج قناة النيل الدولية والهيئة الوطنية للإعلام. الفيلم فاز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك في دورته لهذا العام. الفيلم دراما وثائقية بتحكي قصة اللقاء الأول للفرعون الذهبي توت عنخ آمون طبعا والملك رمسيس الثاني في أعظم متحف في القرن الحادي والعشرين، ومتحف المصري الكبير اللي كلنا بننتظره. إيه هي قصة هذا اللقاء اللي جمع ما بين الفرعون الذهبي ورمسيس الثاني، والخيال بتاع هذا اللقاء جابوا منين مخرجنا وضيفنا النهاردة أحمد عبد العليم، وقصة طبعا أنه ينتج فيلم في هذه المرحلة داخل التلفزيون المصري لازم نتعرف عليها ونقترب منها بكل تفاصيلها. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيف وزميل في نفس الوقت ومخرج أحمد عبد العليم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا أستاذة مجدة، سعيد بالوجود معك جدا جدا. أنا أسعد والله. لا تعالى بقى من الأول كده واحكي لي قصة الفيلم ده ابتدت معاك إزاي؟ كلنا عارفين ان بعض الانتاجات اصبحت صعبه داخل التلفزيون نوعا ما دلوقتي نتيجه الامكانيات والظروف وحاجات كتيره قوي، فانت رايح تعمل تسجيلي؟ احكي لي بقى. انا بدايتي مع التسجيل كان سنه 99 وبعدين اتحط حجر الاساس بتاع المتحف الكبير 2001، وبعدين انا سكنت جنب المتحف الكبير 2001 فمن اللحظه دي انا بدات واخدت اول جايزه 2001 على فكره عن فيلم اسمه اماكن الصمت. من اللحظه دي وانا عندي حلم ان انا اوثق اللي بيحصل. بس طبعا 20 سنه زمن طويل جدا جدا جدا، يعني كل شويه ابقى عايز اعمل حاجه وبعدين الاقي الموضوع لسه مش باين له ملامح، لغايه اما اقترب الامر بقى جدا جدا في 2019. ففي يوم 29/12 لا انسى التاريخ طبعا، يعني 2019 كنت قاعد مع الاستاذه تغريد حسين رئيسه القناه وبندردش مع بعض، ايه احنا مش هنعمل افلام، طب ايه هنعمل فيلم ايه، مش عايز تعمل على المتحف الكبير؟ قلت لها انت عارفه انا نفسي اعمل عنه من زمان، لا انا عايزاك تعمل على المتحف الكبير دلوقتي، ففر يعني خلاص قرب فدلوقتي توقيت مناسب للموضوع كده يعني. قلت لها طب بس انا محتاج كاميرا مميزه يعني عشان تتناسب مع الصوره بتاعه الفيلم ومع امكانيات يعني الفيلم يبقى في هاي كواليتي فنقدر يعني نعرضه بحاجه تليق بالمتحف وتليق بالحدث نفسه يعني. فالحقيقه يعني حصل تعاون ما بين هي الحقيقه عملت اتصالات مع عدد من الجهات في المبنى، مع الاستاذ حسين، استاذه نيله فاروق، استاذه اميره، المجموعه كلها. والحقيقه يعني هي طول الوقت كانت كل ما اطلب طلب هي تروح تتحرك عشان تحقق لي الطلب اللي انا نفسي فيه. لما طلبت انه عايز حد شكله فرعوني شويه قعدنا فكرنا، وبعدين قلت لها هاني سيف. هاني سيف مذيع زميلنا بيقدم نشاط بالانجليزي، فهاني شكله الصلعة بتاعته كده تدي جو ان هو كاهن من ايام الفراعنة فورا يعني. هو كمان ابن الدكتور سمير سيف، فهو يعني اشتغل في السينما عارف من يعني فهو عنده غير انه مذيع بقى عنده الاداء التمثيلي موجود يعني، فهو بما انه دوجي دراما فهو كان انسب واحد للموضوع، خاصه الاكسنت بتاعته بالانجلش يعني حاجه بيرفكت يعني. فكان ده الموضوع الاولاني بقى، فبدانا فعلا في اتخاذ التصريح من اليوم ده. انا حتى يوم 29 لقيت يوم 30 بتكلمني فين الفيلم؟ فين الفيلم؟ ده احنا بقى لناش 24 ساعه استاذه مش كده. فقلت لها لا طب حاضر مش هروح لهم بكره. فيوم 31 كانت
الجواب مكتوب وموجود في المتحف الكبير عشان نبدا اول التصاريح. بس هو الفيلم ما اتصورش في المتحف الكبير لوحده، هو اتصور في اماكن بره، بازارات اللي فيها قطع توت عنخ امون، في المتحف التحرير، لان دي كانت الزياره الاخيره لحد لقناة توت عنخ امون في المتحف الكبير القديم اللي بقى له فيها من سنه 116 سنه باين حاجه زي كده يعني، ده او اكتر يعني، فتره طويله جدا. فدلوقتي بقى هينتقل يروح حته تانية، فهو حتى في التعليق الصوتي كان بيقول ايه، انا في زيارتي الاخيره للقناه هنا اهو، هو بعد كده هيروح حته تانية، فهو راح له الحته اللي هو فيها يعني. بس فطبعا كانت صعوبه الموضوع انتاجيا كمان، ان احنا قعدنا بتاع 14 شهر بعد بتاع 14 شهر انا اسف جدا 14 شهر بي يعني الفيلم شغالين على فيلم، ما بين تصوير، ما بين ايام متنوعه، ما بين الكورونا. الكورونا دي كورونا طويله جدا، اكيد انت تعطلت في النص بشكل كبير بسبب ظروف كورونا. فعلا صورنا يومين وبعدين اشتغلنا يعني كورونا وقفتنا، فقعدت اكتب في السيناريو، استغليت الفرصه بقى في النص ان انا اصيغ السيناريو بقى، ما انا خدت يومين فدول تصوير معايا فعلا، فانا لما بحط المشاهد عندي. التوجه ايه بقى في الكتابه؟ توجهك في الكتابه كان ايه؟ التوجه في الكتابه ان انا بدور على الحاجه اللي تشد الناس الاول، مش عايز اقول لهم المتحف الكبير من الاول بالظبط. يعني بدات اقول لهم الاول خالص انه انا مش عايز بس احكي احداث الفيلم عشان برضه اسيب بتشوق، لا بس الناس عايز تعرف. بس قعدت اقول في الاول خالص مثلا انه هاني هو نازل ما كانش في الاول رايح للمتحف الكبير ولا حاجه، ده رايح يشتري هدايا لاصحابه الاجانب اللي طالبين منه مقتنيات توت عنخ امون. فانت لما تنزلي البازارات اللي هي في نزله السمان وعند الصوت والضوء والكلام ده كله، هتلاقي معظم مقتنيات توت عنخ امون مستحوذه على الحاجات كلها، تقليد الكرسي، تقليد القناع، تقليد كل الحاجات بتاعته. فهو لقى الثراء البصري كبير بالنسبه له، بالنسبه للذهب في كل حته بيحيطه يعني. فده بدا يثير انتباهه، طب انا عايز اروح لحاجه اشوف الحاجات الاصليه، فراح للحاجات الاصليه في المتحف اللي في التحرير الاول. فكل ده احنا لسه ما شفناش في كبير. فلما هو في اطار بحثه بقى بيوصل ان كل الحاجات دي كلها هتروح في حته واحده اللي هي المتحف الكبير. فبيبدا بقى الموسيقى الترقب بقى، اللي هو رايح المتحف الكبير وموسيقى ترقب بقى ولسه هيشوف حاجه ما حدش شافها قبل كده يعني. بالظبط كده. طيب المتحف الكبير هو فعلا في طور ان هو يخرج للنور في المرحله الجايه، العالم كله في انتظار المتحف المصري الكبير. انت دي مرحله صعبه انك تشتغل جوه المتحف المصري وتنقل للناس صوره لسه ما اتحققتش في خيالهم، ففكرت فيها ازاي؟ والله هي كان فيها جزء تخيلي شويه يعني. مثلا لما عرفت انه في حاجه، هو طبعا في ارقام قياسيه جينيس ريكورد هتضرب في المتحف كتير، من ضمنها حاجه اسمها المساله الناقصه، ودي فكره اللي هو عاطف مفتاح اللي هو المشرف على المتحف الكبير حاليا، فكر في انه يبقى في مسله ناقصه. يعني ايه؟ يعني المسله مش على الارض، هي المسله فوق والناس ممكن تشوف تحت المسله، ففي ريفلكشن كده تحت، فالناس تلاقي ازاز فتشوف تحت المسله نقوش مكتوبه. هم لما اكتشفوا المسله دي لقوا في نقوش تحت، فصعب عليهم النقوش دي تبقى على الارض فمحدش يشوفها، فرفعوا المسله كده فوق، ففي حته تحت احنا هنقدر نبص من تحت، ازاز كده وحاجه كده تخيليه. انا لما رحت هناك كانت المسله لسه في مرحله ده نايمه على ظهرها يعني، لسه ما وصلتش لكده يعني. فعملت جرافيك، عمله زميلنا حسام فاروق هنا في قطاع الاخبار، عمل جرافيك تخيل لشكل المساله ده هيبقى ازاي، وده حقق لك الخيال البصري اللي كنت بتفكر فيه. اكيد بنسبه ما، لان انا خدي بالك برضه هم في المتحف ما كانواش عايزين نحرق الاحداث، طبيعي جدا. فهم طبعا كانوا متحفظين، مثلا يعني ما ينفعش اروح قاعه توت عنخ امون، فاكتفيت انه لما هاني وصل عندها هو ومنى طاهر مسؤوله العلاقات في المتحف بص لها وهي بتحكي له، فهو لما بيشوفها بيجي فلاش باك يشوف الحاجات اللي شافها في متحف التحرير بتاع توت عنخ امون. ما انا بصريا برضه لازم اغذي عين المشاهد ان هو يشوف المقتنيات طبعا، بس هو مش هيشوفها هنا بقى، فانا بوريها له في القديمه عشان يعرف ان الجديد ده لسه هيحصل. بس بتوريه في النهايه وده المهم. بالظبط، لان انا نفسي وانا خارج من القاعه دي برضه كنت حاسس ان انا معايا كنز، ان انت معاكي اخر مرحله كان فيها القناع الذهبي موجود في التحرير، فانت بتصوري كل ما يتعلق بهذا القناع. وهاني كان حاسس ان هو في حلم يعني، طبعا ان هو حتى قال كده في الفيلم يعني، انا في حلم، ان انا بقى الحاجات دي كلها انا اخر واحد خدت فرصه ان انا اشوفها قبل ما تنتقل يعني. احمد عبد العليم اسمحوا لي اقول له احمد عبد العليم، اقول ان هو زميلي وصديقي يعني، وهو بيتكلم دلوقتي تحس بقد ايه هو بيحب اللي بيعمله، حاسس بيه بشكل حقيقي وبالتالي بيتكلم عنه. بس اكيد كان في صراع وانت بتشتغل 14 شهر عشان تطلع هذا المنتج الوثائقي المحترم،
شكله ايه الصراع ده؟ لا ده صراع صعب جدا. هو انا عايز اليوم اللي اصور فيه يبقى معايا الكاميرا ومعايا هاني. هاني برضو على فكره وقته ضيق جدا لان هو بيمثل وبيقدم وحاجات بيشتغل. فانا عايز الكاميرا وعايز هاني وعايز التصاريح والموافقات وعايز انه يبقى الكورونا سامحه وعايز ان انا ابقى جاهز بكل يعني متخيله كل الحاجات دي كلها. بس طبعا خيالك. وكل الكلام ده كله فيه صعوبات يعني. الكاميرات ممكن كان بيبقى ايام انا عايزها مش متاح. ممكن يبقى عندي التصريح ويجي لي التصريح وهاني والكاميرا بس ما فيش في حاجه رابعه واقفه. فلازم يطلع لك ثلاثه بالاربعه جاهزين والرابعه مش كامله. فعشان كده الايام تنوعت. صورت يوم في شهر واحد واحد في اثنين واحد في في 8 واحد في 10 يعني. دي ايام التصوير. وبعد لما بدانا المونتاج بقى انا منتجت الفيلم هنا في المبنى في ماسبيرو. فكان عمرو نسيب المونتير يعني برضه هو مش موجود كل الايام. مش هينفع اقعد امنتج معاه كل يوم لان في القناه مش بتنتج تسجيلي يعني. القناه بتنتج برامج يوميه لكن التسجيلي ده حاجه اكسبشن يعني. لكن هو في اليوم او اليومين بالعافيه اللي بنشتغل فيهم دول يا دوبك بنطلع دقيقه 30 ثانيه. نيجي يوم كامل عشان نطلع 30 ثانيه مثلا او حاجه زي كده يعني. فطبعا كان ده جهد فظيع ان انت عايزه برضه خدي بالك انت ايه تخشي جوه انا عبال ما اقعد 6 ساعات اخش بخش في الحاله في الساعه الثالثه تروح فاصل فاجي على الساعه 6 وانا في قمه الحياه عايز اكمل بقى. معلش حضرتك بس عشان عندنا يعني حاجات تانية في الحجز اللي بعدك. الحجز اللي بعدنا. لا بس لكن طبعا اشكر طبعا يعني كل الزملاء برضه الحقيقه يعني لانه اولا طبعا زميلتي واستاذتي تغريد كانت دايما بتعمل يعني اكسبشن ان انا اخد ساعات زياده عشان انجز الفيلم. الزملاء نفسهم لما كانوا بيقولوا لي انا بعمل فيلم فيعني برضه كانوا بيسمحوا لي ان انا ازق على المنتجات بتاعتهم شويه يعني. هم عايزين يتفرجوا معايا وعايزين يدعموا الموضوع والفكره. فطبعا دي كانت روح طيبة منهم وجميلة أنا استمتعت بيها. ده بالتأكيد. ومجرد يعني بصراحة إقدامك على فكرة أن أنت تشتغل فيلم تسجيلي في هذه المرحلة مع ظروف كورونا مع ظروف صعبة في الإنتاج ده حدث في حد ذاته. وأنا شخصيا يعني انبسطت منه وكنت سعيدة بيه يعني. طلعت بيه المهرجانات إزاي؟ هو الفيلم خلص شهر واحد 2021 وبعد ما بيخلص الفيلم بعمل باكج بقى. باكج اللي هو نسخة عربي ونسخة انجليزي ونسخة فرنساوي وبرومو وتيزر وافيش والحاجات دي كلها. بعد ما خلصت القصة دي كلها والابليكيشن والقصة دي كلها جت بقى العقدة الاخرى بقى. كل ما اجي اخش في مهرجان يا يتلغي يا يحصل له حاجه يتأجل. يا يتاجل. والله يعني هو اتاخد في مهرجان شرم الشيخ. حتى هذه اللحظة المهرجان ما تحددلوش بلاوي رغم انه كان المفروض يطلع في شهر 6. كان في مهرجان الاقصر كان مناسب جدا للمهرجان لكن فوجئت ان مهرجان الاقصر فيلم 22 دقيقه. فوجئت ان مهرجان الاقصر لا يقبل الا الافلام اللي فوق 60 تسجيلي فوق 60. فكنت يعني كان نفسي طبعا توت عنخ امون والثاني يبقى في الاقصر يعني طبيعي يعني. والكباش النهارده في الاقصر فيعني حسيت انه ريليتد قوي الموضوع وبقوي توت عنخ امون والحدوته دي كلها. فكنت يبقى لك اكسبشن يعني في مهرجان الاقصر يعني كنت اتمنى ان يبقى ليه اكسبشن بشكل او باخر. بس يعني ده كان حاجه حلوه يعني ان انا يعني يمكن يعملوا اكسبشن المره الجايه بعد ما خدنا الجائزه دي. فمهرجانات بقى كتير قاعد يحصل في الوقت بتاع الجامعه الامريكيه اتلغى واتنقل اونلاين وانا ما حبيتش انقل اونلاين معاهم. يعني بدأ مهرجانات كتير قوي تعطلت على مدار السنتين اللي فاتت. ده حقيقي ده حقيقي. بس بدأ يظهر بوادر بقى في النص الثاني من السنه يعني ان هو من ضمنهم المهرجان المصري الامريكي ده انه ده كمان الدوره الاولى بتاعته. ويمكن من اول ما بدأت الفكره بتاعته حسيت ما اعرفش ازاي والله يعني رغم ان انا قدمت في حاجات كتير على فكره ما اعرفش ليه حسيت ان ده هيبقى حابب فكره توت عنخ امون قوي وولع الامريكان بيه والكلام ده كله. وفعلا ولقيت على فكره المهرجان ده كان في الاول خالص لقيت بتاع 500 فيلم مقدمين وبعدين ينزلوا على الصفحه بتاعتهم ال 500 دول تم تقليصهم ل 59 وبعدين في الاخر خالص التصفيه النهائيه بقى وكذا. وبعدين لما اللي هيسافر بقى امريكا ويتعرض في امريكا العدد يقل اكتر. والحمد لله في كل تصفيه كنت الاقي الفيلم موجود مع الافلام في التصفيه. فالحمد لله يعني دي حاجه بسطتني جدا. ليه بقى؟ لانه فكره انه الحضاره بتاعتنا المصريه كمان الغرب يقدروها قوي دي كانت حاجه عظيمه بالنسبه لي. الحاجه الثانيه لجنه التحكيم. لجنه التحكيم اللي بيبقى فيها الاستاذ علي عبد الله الدرخان المخرج الكبير الموسيقار راجح داوود مدير التصوير الكبير قوي الدكتور سمير فرج. دي اسامي محترمه يعني اسماء كبيره جدا يعني يمكن ذهني مش فاكر يعني معاهم مين كمان. لكن لجنه ما شاء الله خمسه او سته من عظماء المجالات المتنوعه في الفن في الفنون السينمائيه. فلما تقدر الفيلم بهذا الشكل وتدي له احسن فيلم تسجيلي في المهرجان ويتقال الكلام ده في امريكا في حضره فنانه ليلى علوي والهام شاهين وهاله صدقي مع حفظ القابهم. فطبعا كل الناس دي كلها يعني اكيد كانت فخوره ان مصر هو مش فيلم احمد عبد العليم هو فيلم مصر وفيلم ماسبيرو وفيلم ليلى وضياع الايام وفيلم كلنا بتاعنا كلنا يعني. اكيد. مشروعك الجاي ايه؟ والله انا بدات مشروع من قريب من فتره كده ان انا بدات اعمل فيلم اسمه صوره فبراير عن محمد صلاح. وعملت منه نسخه فعلا مع شباب صغيرين
واتمنى ان ربنا يعني يديني الطاقه ان انا اعمل منه حاجات تانية، مش عن محمد صلاح لوحده، عن كل الناس الملهمه اللي في حياته. يا رب، واحنا مستنيين كل انتاجاتك بتوفيق يا رب، وخليك مثابر كده، انت بتدينا امل. ربنا يخليك يا رب. ودايما طب عليك، مشرفتنا النهارده بوجودك معانا. انا اللي اتشرفت، واحلى صباح جديد بعنين الاخبار وكل الناس الحلوه اللي فيها. صباح النيل. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده وصلنا لنهاية فقراتنا النهاردة في هذا الصباح، لكن تغطياتنا الإخبارية مستمرة معكم على شاشة نيل الأخبار على مدار الـ24 ساعة. شكرا لكم.